دولة العثمانية يا يهود هذا قضية دودا ساقابه سليمان القانوني مركي وهيستي كن شم بقولي الله باتنا إلا كن شم بقولي ليحي ليحدن كي يهودي لجسوا ريي إسبين يا برتغيس مركي مسلمين تلقو تبيه أندلس يهودي لجسوا صاري أو مسلمين تمجنجلية ويدستي وحو أقل هذا تركيا ماشى الدونان يكدق كران لما ميلوت سوى إذا كما منعبود فلسطين هي السيناء مدقي كرتان لكن تركيا انت ذكاله وانا دين أقل هنا ملك استكدك تان كنت دوا بقول سقال يسقاشن كي نابليون مركو عكا صوير راي يسقوا فكرة دا وضاء يهود ماشى فلسطين لدتيو وحلقوا المي أحمد باشا الجزار نين لورنشري وغا وكيلها دولة العثمانية وأمركم مصر قبل صدي ويان ولا تشبيي قدسنا ولا جاي إلى ليين إني مكاسي دجان كن سداد بقول يعقوب يصدم كي أيام محمد علي باشا إني كيسي لورنجر إبراهيم باق قبل صدي لكن عثمانيين تدبوا ولا صار نقضي كن سداد بقول يعفرتم كي مركل لسوق قارو كن سداد بقول يعقوب يلي حدن كي إلا كن سداد بقول يو سقال يكون تنكي وقت هو هيستي عبد المجيد وامرك بلا بنتي رير يوروبين هي سو حمبارا يوروب مشروع بالو ليمي ودجيي لورد كميدا لوردر كي انغريسكا شفتس بريمش الله يداد اللورد كيدي اسقو ماركاسي وزير الخارجيه بريطانيا ايا لو سو ديبي وحانا لغا عدسانيا عبد المجيد انو او غلاد يهودين فلسطين دكتو وسديده كن سداد بقول يا كنت كي مركا هيد با مر لباد لو سو نوقدي محاوله دا لباد نو وديده لورانس اولفتني ليداهدو ايا محاوله دن ودي مريكان بو سو كخيهي مريكان با اسكو دايين كو عداديه دوله العثمانيه اني ميشا سي يهود مركا نو وديده عبد الحميد الثاني اسنا محاولات ربدان با لو سمي مثلا عبد الحميد انت وماشي هستي محاولاتك لو سمي تي كواد 1881 1881 واحد دعي بقركي راشيا اسكندر الثاني ايا لدلي اسقو ميل بريتش ابوتسبرغ تعالك طلب يا بام لو توراي بام كي وكبحصدي كي واحد توراي اسقو لا حد ليبا حدنا ميد كلا بام لباد كو توراي دبتنا سيدي بو دنتي مركو دنتي راشي دتكي جوغي waxay aad saareen oo kamid ahaa nimanka sahyuniyiinta inay kamid ahaayeen dadkii wax kan ka dambeeyay dagaal baa lagu qaaday waa la soo masafriyay yahuudii oo dhan dabeytana turkiga loo yimi maadaama ay raashiya culahaayeen iyadoo laga codsanayo yahuudaasi inay meesha degto dawla uthmaniya waxay ku adkaysatay sidoodii oo ah falastiin ma ogolin laakiin caalam islaami kale meesha ay ka degaysan waa degi kartaa haddana safiirki mareykanka uu yimi isagoo arrinka kala hadlaya markala bay ku yiraahdeen khilaaf al-uthmaniya ma ogolin falastiin laakiin dhulka kale meeshii ay ka degayaan ha ka degaan 1878 ayaa mustaamaradii ugu horeysay oo la yiraahdo bitah tikfa wa fath al-amal wa mustaamaradii yar oo markaasii beerelay ahayd ee koowaad ee yahuudii leeday meesha laga dhiso hadda waa magaalo weyn oo 167,000 qof ku nool yiin bal waxay ka mid tahay waadi silikoonka ay Israa'iil leedahay ayay hadda ka mid tahay 1880-kii ayaa yahuudii Yurub tabari laga soo saaray waxay degeen yana mustaamara yar oo la yiraahdo Rishon LeZion hadda waa magaalada afraad ee Israa'iil ugu weyn waxa degan in ka badan 212,000 oo dad ah waa magaalada hadda jirta 214 sanadood meelaha 1888-kii ayaa qaanun Uthmaniyi soo baxay oo mancinaya haba yaraatee yahuudiin u degi karo mujarrad waxad Falastiin ku iman kartaayo qura baa la yidhi ziyaarad diiniya صدح بلوط كبدن لما جوغي كرتان وينا كبحدان كون سيداد بغول يلا بيا سغاشنكي ايا هدنا جرملك وحكا يمي مجموعه يهوده
oo Fredman nin la yidhaahdo uu hoggaaminayo waxay isku dayeen inay meel xoog ku degaan tuulo imika ka tirsan Sacuudiga oo Mooylax la yidhaahdo waa xagga sare ee Sacuudiga bay ku taallaa waa dekad bay ahaan jirtay bergii hore xujaajtu ay ka soo degto tuulada yar imika oo dhulka iska baaba'aan rajaynaya tuulada yar ee Mooylax la yidhaahdo oo markaa raacsiisnayd ee masaarida ayay qabsadeen meeshii bay degeen دولة العثمانية عيدا بي سعودي يا رسي دبا تنوى لغا سو ساري ماشي يدو لغو فنو لي قانون كي آها إن أن يدقي كرين قانون لباد بي دولة العثمانية سو سارتو آه إن أن دول لغا يبين كرين يهود مرنا بينا لغا يبين كرين مر صدحات مر كي أورو كان زيانيسيم كالاسيم يهر تسلبا دالباداي إنو عبد الحميد لقلمو ودي دي وحصوا أبان صدي yuhuudii doona ma nin ka mid oo islaamay oo jaawid bik la yidhaahdo waxaanay u soo bandhigeen boqorka 20 milyan qaado ninkaasina ha ku arko 20 milyan oo dahab qaado waa minxa fawriya intaasi hase ku arko Hertzel Hertzel arki maayo buu yidhi minxadiina iska haysta marka la soo gaaro haddana 1879kii baa waxa dhacay dagaalkii Turkiga iyo Cuthmaaniinta dhexmaray خزينة العثمانية نوا مرتي هرت سلبا هدنا يمي إسقوا أديك سنة يا سفير كي أي كل هايين تركدو ودن كفيانا عاصمة دفيانا أي كل هايين مركز أي تركي قال لعقب بهاي ده هذا لعقب بدن بانو خسيني ناد دجال ككوكا شو لكن فصحيح أنا لصيوين أنا ندقي كرنو فلسطين وديدة هرتزل shirki uu qabtay 1879kii isla sanadka gudihiisa baaza lagu qabtay Swissara lagu qabtay ayuu wuxuu ka soo saaray weedh odhanaysa laba hal mid uuno la hele mooyaane suurtagal ma aha yuhuudii inay Falastiin degto ama Qudus ay helaan labada hal dowla cusmaaniya iyo ka noqoto qaanuunkeedaas iyo inaan qabasho أما دولة العثمانية إنو دمان تيتك تخلصنا دولة العثمانية إن لغا تخلصوا فعلا إن دولة العثمانية لغا تخلصها فضوضاتي وأيو سلطان عبد الحميد وحصاصة ري قانون ورانية قفكستا يو يهودية أو أجنبية تابعية ستا ودنك يقع آنا هين وربا إنو فلسطين صوب بوغضو siyaarad diiniga ku imanaya waxaan u ogolayo qura 30 maalmood oo qura inuu joogo wixii inta ka dambeeya waan xidhaya ama qasab ku baxaya 1902 markay marayso qarnigan la soo gaaray ayuu Hertzel mar kale isku dayay inuu Cabdulxamiid la kulmo deyntiina waa ka bixinayna dhibtaydan haysato dhan waa idin ka saarayna noo ogolow inaanu degi karno Falastiin wuxuu isa soo taagay dhulka kan taaka ka mid a inaan idin siiyo ma awoodo dhulkan anigu malihiya ummadaale buu yidhi dhiiggeedii baanay ku furatay yahuudi malaayiinteeda hayska haysata buu ugu jawaabay wakhtigaa wixii ka dambeeyey 1903dii markay marayso ayay bilaabantay oo dowladdiina aada u daciiftay yahuuddu inay qarqarsoodi ku soo gasho xaakimadan hoose ee meelahan jooga in la laaluusho oo deganaanshiya la heli karo markaasaa laga sameeyey kibutiskii ugu horreeyey kibutisku waa sistamadii ay ku soo degeen yuhuuddu meesha tan wax weeyaan koox yuhuuda community baa isa soo raacaya dhul yar baa la siinayaa iyo beer beertaasay wada beeranayaan iyo ducaamila bay ahaanayaan qaanuunkooda isku xukumayaan meeshana kama baxayaan waa giita yar oo beeraleya giitadii koowaad oo iskaashatadaasi ah ayaa laga sameeyey 1907dii 1909kiina waxaa bilaabmay yava dhankeeda waqooyi magaaladan Talaabiib hadda la baxday ayaa la bilaabay iyana kibutsiyadii ku xigay yahuuddu markaas xisbi taraqi walitixaad ayay xoojiyeen مصطفى كمال أتاتورك يقول لدي وهو قاميني دابا تانا كون سقال بقول يا سيدي ديبا عبد الحميد لا انقلابي مدير كدي بشعب كاكعي ثورة شعبية بعد عضي
قصب بقى لو سوء علي بغر كيما تحت النمادي لكن عيدما ومصطفى كمال أتاتوري كتلين أيي وهو قامين أيي نين عراقي يبا نين عربة أولا إذا هذا محمود سامي باشا أيا صور دقاقي ودن كي قصب بيكو قبصدين ماشي جمهورية بقى لو بدلي خلافة دي إسلامي هيت سادح دين مارش كون سقال بقول يا أفريا الله باتن كيبا لبابي مخططات كي يهودية كوي سهيونية دو مركاسي بلابمين هذا واحد ربا هذا وين كور ربا وما حي حليل ككد حي يهود يا يورب أما حليل كد حي يهود يا إسرائيل سدابة يسوق قنعيان إسرائيل يورب إن السدان أطاعر تاي واجهوا نقضان هذا إنه يقولون مسيحية دي هراء سيب الله بدي قلها أما أرثوذكس أما كاثوليكها وحي الرميسنايين عيسى إنه سحر رولا أها بدعو لا أها فتنة دولة وقوضه هو يدينين الزانيتها دبتنا محكمة دودي لورن جري السنهدريين سنهدريين تو وتضباطا أضي وتضباطا كي نبي موسى الراعبك قيميان محكمة دا إلهيين منك يهودات oo ka kooban 7 oday iyo kaahin isugu jira iyo boobkooda ama wadaadkooda ugu weyn ayaa waxay go'aamiyeen Nabiyullaahi Ciisa iyo laba tuugo kale saddexda in la salbiyo Nabi Ciise iyo laba tuugaba markaasi la salbiyay iyagu ma salbin kareynin ninkii Romaniska meesha uga talinayay bay u tageen oo Pilatus la yiraahdo وعيدادين وحنو قادنا حكم صدح دم قفين لصلبيه وحاني لهايين يقول حكم ذاتي يوحو ايقو هوسي بغر كاسيو حكو يري مركا انو وحانو اركا يينو بريء يهي نكنا ليدين هلا صلبيه هو بيا ارنكا كان وحيدادين ويردعان كيه دمه علينا وعلى اولادنا ليكي سانقا دوشكو قادنا يعرورتا يدوبا عيسى هلا ديلو وانا كيلاهي قرآن كاكوت الماما يوه وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم يد يهودي أيساس اعتراف سنتي باعترافهم إليين عيسى وادل هو يدنا يعيبتك الشيغيان تلموت كودنا وقرن يهي عيسى المسيحين الدين تي يهود كر الدوبي وسنا معابده مسيح كستود دوني دا كن نولنا إنه والثاني عدو لله ولليهود يهيبة الموت كودو كقران وحيس قبان الله مركاس هدو أرن كسيدا يهي إياه الدناء ما أنت كريستان كوينو تاقيرا حقاي كصاب أحد عدا شديد باو نحي يهي يهود وران كنا واكت المامية وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء يهود مسيحيين تو مركي ميشا هستين واي كسارين بيت القدس يا فلسطين يا وحان اردن وحكو سوء عليي لح بقول يا دور يا طبانكي ان دولة دي بيرشيا اياكو سوء علي سي يهودي لسعوتي وحلا يدادا الا لح دم كونو كريستاني قدس كده هيدا كده لين بالا يدادا كنيسة القيامة ندباي قبط سيئي وحد دب تبنى يسنك دب دب سوء عليي هيراكليس إسنا واكا أرغتون من كينا والاي كريستان نميشو كسوء عليي يهودنا وكسارة فلسطين دمان تيدب وحا يهودي اللي باتصار نقطة بين الحروب السليبية وقت قيدي لكن حروب السليبية كريستان باكو صار نقطة يهودي ينا وودي دي مركا قرأة تاريخ دا الله وقلادين فلسطين يمادان وصلاح الدين الأيوبي وقته سمرك أي شوكتي انت أكدب هذا الدواء وحصاب حي مذهب عصب الدينات وبروتستانت اللي إله هذا مذهب كاسي عصبي وحولي من فكرة ده يهودين أي أمانيين أي وحد دنبيا إن أنكر كود الله صارين بل أي وحي كدر قيان حتى فاتيكانك
إنه كان نقضى إنه كبرية ليه دم المسيح سديتني ودع ذي مركة. مارتن لوثر وانين وداد ودا شيء وضن كجرمل دبتنا مذهب كم بوليمي كالفن اللي هذا فرانسيسا تاجري بروتستان كدت كلي هذا إلا تدبا برانش تدبا عائلة ضد بيوقيف سمان سيدي يلا باتن إلا أفرتن مذهب أما كنيسة دينا ويهوستي مادا وحي كيقا ديسيين عقائد عصبة إلي مادين وكو وحي كيقا ديسيين إنا اللو باهنين وداد كي بوب كي دم بيقا دافي جري وحي دا هدين قفوال أو عيسى الرمية عيسى دم بيقا دافي مر هداد رميسة إنو مخلص يا هاي انتا ساكو قفلن بيلين عمل بالله وما باهنة خالي رمي انتا سيبا دم بيقا قلو دافي لبا وحي لي ما دين سلطتي تعليمي هاي مثلا كاثوليك وحو الرميسنا بوب كومبا فسيري كرا كتابك سادراد ات كون سنادو داتكم ما يارا كتابكم بميلو يالو وحقونا نحيا لكن السادة وحن بانا فسيري كرا يبوب كي يقرو كيس وعيدا انت انا وحبك مجران قف وليبا كتابك وفسيران كرا وانا واخرسان كرا وحي هيد ودادة الدين تويناني قرسنين وحيدا دين وحبك مجران وذات كستو بروتستانت هاي وقور سنكرا وحي هاي انجيل وقرآن لا هستو وحي هذا وحبك ما تشيران عهد القديم يا عهد الجديد وضا الصعدة وإن لا هستاكين جيمس فرشبا إلا يمادين يا أرم الله مدى سيدتك وكتابك وآخر سنكرا وحي فافيين يورب مركي أي كبلا من تعليمك سيدا وقيت جامعاتك قديمك يورب أمام رايكن دمان تود ودا د كريستنا سمي هارفارد يونيفرسيتي جون هارفارد بسمي ان ليدا دو ودا دها مركا لا ايغو جامعه ييل جماعه من رجال الدين بسميسي مركا لا ايغو برينستون كنيسه المشيخيه ايا سميسي بنسلفانيا يونيفرسيتي مركا لا ايغو كنيسه الاسقفيه بسميسي جامعه كولومبيا الكنيسه الاسقفيه بسميسي جامعه براون الكنيسه المعمديه بسميسي Cambridge University, Oxford University, the man to do has made Jamaat Kaimakala Amano, whether the Protestant Kaha or Rabbi Dutku in a Barankara. In Tawaharada, dual done, or Scandinavian, Canada, Australia, English, American, dual done Bakate, Medab Kam Protestant Ka. In Nagamahay Nagahose, Medab Kam Protestant Kamakas and Ushagina. وحين أخو سيصدح شيء وأنو كريستان كو رميسنين بي إيغو رميين صدح لا شيء وحكم إذا كو يهودين إيتي شعب الله المختار وأبناء الله وأحباؤه يهودي شعب لهي الدورتي وولي مضن ومضنان طاها استئين أيهين كاللبات وحين يهود إلهي باب بلن أبا ياشود وسيي إبراهيم إسحاق يا يعقوب عهد أبدي كسيي فلسطينين يقولين تحسين هو عقيدة الدين هذا بروتستان أورد من رويسين كصدحات وحيد هذين عيسى إله عيسى سيد وصار نغضا كما يزعمون عيسى هو إيمانيا كل سنة دو دنبات دوليد برواق كل نولانسا صون نقن مايو هدان صدح شيء لهلين عيسى صون نقن مايو هدان صدح شيء لهلين كو رير بنو إسرائيل فلسطين لسيو واي قب صدام فلسطين لبا قدس إني كتاليان صدح هيكل كين لقدسه بناء الهيكل القدس لقدسه صدح دا شيء أرد عمو ياني نبي عيسى نا يقو سي شيء يندي إله بكو تلمام ياني صون نقن مايان سيدا أوجد سيلو ددجيو إلهي إنو دب دوني دو غصان نغضو وين الدول كريستان كإيقاتان مذهب كورانا يا فلسطين وين يهود لسيا بيت المقدس نوين يالطا هيكل كينا وين لقدسا هل كنيسة الكاثوليكية أما كنيسة الأرثوذكسية لابد كينا صدودا كلاي رومي سنايين وارعهد يقاسي واهرو داعي مسيح العيسى وي بينيين وادلين سيئكو قبان ان إساقا مخلص إلهي نولك وكيني بي ليين عيسى أنا شاقي بي ليين إن أرشاليم لخرابين أيو هيكل كين لدومين أيو يهودين لإري أيو دنبقو دا دراد
نبوءات كانت شيء سأن بره هريدا عدو قورش نكي بقر كي كتلين يي بيرشيا مركي ودبو قبصدين ماشة تنبا النبوءات أنا نعدي بيلين ونبوءات تنبا نكسو جينا ما شرت يهود واتيل وسوع ليي بيت المقدس مر لبعض واتي هيكل كلا جت هاي تفسير كينا وحبك ما شيران بيلين لكن عقيدتني وعقيدتي وانت بدن فافيني القديس أغسطين وانا عقيدتي ما انت الروميسيين دولة امريكان دولة انجليسي اسكندنيفيان كاستراليا كندا all protestant people وعقيدتي الروميسيين عقيدتني قول ماي بلابط واحد شرا نمان كريستانا او كسه يونسا يهودا وهي كتل مامان كريستيان زيونيسم بالايدا كريستيان زيونيسم كو اسغا كا ادق يهودا ويهودا رغا اساسه انتودا بدن دين بما هيسن هرتس الملحد بوها بني غوريان ملحد بوها ماير هبرتي جولدن ماير ملحدت بهي موش ديان ملحد بوها وايزمان بو مدحوينه هدي كواد ملحد بوها يعني كل انتودا مغا عليه وحلت الماما وضيقي بيغن لورن شيرو قربا وح سلاتك دي كوشري بيغن با وح كنيستك يو سلاتك دي كوشري حتى اسحاق رابين كي قابنا ملحد وها بيلي مركا الدين هان با ما يقرر ما يسنين لكن منك الدين هان ورر ما يسن بها شطن اي دين تكتهي وكريستيان زيونيسم كا كريستيان زيونيسم كان يوحو بلاب مي ودن كا انجريس وكا بلاب مي waddanka ingiriisinu kiniisadan kaatoliga ka go'o waxa sabab u ahay boqorkii Henry sideedad loo oran jiray ayaa u baahday islaantiisa inuu furo islaanka la guursado dabatan kiniisadi baa diiday romaniski baa aqbali waayay dabatan waddanka baa uu ka jaray mid kale uu guursaday waa xaraam bay dhahayeen ta labadaad guursatay tii kale uu hadana ka takhallusay mid lix dumar uu guursaday kolba mid كل بمدنا وادليه مدنا ووحورناي جور كي هرانا صحن كاسوميت كلاس كجورسناي بقر كاسي مركو هل كامري أيوه حورجي إنجليز أردم هنا إنجيليا نقدان هنا كبر حامبا كنيسة كاثوليكا وذات كي باب كهنا وحوري هنري يوحور دلي إلى أبد إلى أبدين إله إن حريستي سوا كممنوع أو كنيسة دو طردي أيه سجنا كوح كنتي وحكى بلامي ودن كإنجليزكا مثلا نينكي لورنشري توماس برايتمان ونين عالم اللاهوت يهودي أسل كي سناها كتاب قرأي وكقور رميه أحداث تدعي دونتا آخر الزمان كتاب كي سوحو قصوبان لكي فكرة دي أهيد إن الله يريد عودة اليهود إلى فلسطين وأن يحكموا إلى يوحو الربا يهود فلسطين لقوع ليه وأي بيت المقدس حكمان او هيكل كي اي ديبو تاغان سي عيسى او يما دو او كون سنادود عيسى دوني دو حكومي كرو فكرة دا او حاسي قاطي نمان لايدا دو بيوريتانس المتطهرون والجماعة بروتستان كامي دا او كود واقع اي هاد دا وقت غينو چوغنا سدح بغول يا كونتون سانا كهر ان كبادان اي يقو حفافين ين فكرة دا ان يهودي نما دا ان لنولا ايو بل الدولة الإنجليزية وحي يسوي شيء ديان توراد إندستور لوجر دكا ودن كمريكا ودن كإنجليز ك توراد إندستور لوجر دكا ودن كإنجليز ك بيسوي شيء ديان وحي صار نوليان لغة العبرية وحي لبحن مقاعية عبرية نكي لورنج مجموعة لها ليفرز أيا فكرة ذلك أنت الدولة دوك أنت يقال توراد هلا قد دكا إندستور كودن كإنجليزي نو نقضه لبا وده دوك على وعلم اللاهوت ككل تخصصي أي أنا مذكرك على قري الدولة دا إنجليز وصابن دقي إيه قاله شعب كإنجليز إيه شعب كهولند شرف وها وغفلان عرورتي رير بنو إسرائيل إن الدنيا كوسو قادان أدل كي إلهي ويبوهي جيان وكون لح بقولي سقالي أفرتن كي marka dawladda ingiriiska la hor dhigay barnaamijka ah in la soo raro yuhuudo lageeyo falastiin marka aynu eegno mafaahimtaasi jadiidka ah ninkii loo oran jiray
كرومويل waa ninkii thawrada ku sameeyay boqorkii ingiriiska ee jamhuuriyadii koowaad ee ka dhalata wadanka ingiriiska markii la sameeyay wuxuu ka khudbadeeyay white hall meel la yiraahdo westminster ka u dhow waa 1655 waxa uu ku dhawaaqay yahuuday britaaniyana dib loogu soo celiyo waayo ingiriiska qoladan hortood saddex qarni ka hor ayaa laga mamnuucay waddanka ingiriiska in yahuudi degto dabeetana wuxuu soo tarxinayaa oo boqorka u sheegay in qaanuunka la saaro oo yahuudi waddankan ay soo degi karto waxay yidhaahdaan Sir Henry Finch oo mustashaar qaanuuniya u ahaan jiray ninka boqorka ingiriis ayaa 1621-kii isna buug buu qoray uu kaga warramayo the world grid restoration isna waxa uu kaga warramayaa uun yahuud al-umma al-yahuudiyya in la geeyo la ictiraafo wadan la siiyo soo duduub faransiiskii iyo intii kaatolig ahayd si ay u gashayba iyagoo kaatoligiya ayaa iyana fikradda markii dambe ay ku faaftay ilaa iyo kutaabtoodii nin ka mid ah philip gentle nin la odhan jiray ayaa wuxuu soo jeediyey dowlad faransiiska wuxuu jeediyey fikrada ah qudus in rooma lagu bedesho yahuud si aynu qudus u siino rooma aan muslimiinta siino markii dambe waa lagu kacoo isagana waaba la deldelayay yacni fikradahaasi waxay soo abuurmeen wakhti aada u horreeyay xataa haddaynu eegno falaasafadii ama udabadii yurub orshaliim iyo siday ugu gabyayeen gabyayadoodii waaweynaa waxaa ka mid ah melton lord byron william back Alexander Bob, Coleridge, George Eliot, Jack Bossy, Racina, waxaas oo dhami waa dadkii ku heesayay ku gabyeeyay Orshalim al-Yahudiya. Xataa falaasafadii waqtigaa noola kuwa la yidhaahdo aad bay meesha tan iyana uga hadlayeen. Pascal baa ka mida, Kant baa ka mida, Newton baa ka mida, Jack Russell baa ka mida, sida ay kaatibada Regina Sharif kitaabkeeda ay ku soo bandhigtay. waxaasoo dhan markaynu isu geynay waxa weeyaan dowladda ingiriis caqiida aan yuhuud meesha lagu celiya bay qaadatay shacabka brotestankiina meel uu degan yahay fikraddaasa laga dhaadhiciyey in badanna waa loo hawlgalay si ay fikraddaasi u meel marto buugaag aada u tiro badan baa laga qoray in fikraddaasi ay hawl marto masalan markaan eegno lord shaftesbury waa earl of shaftesbury shaftesbury miyaa la yidhaahdaa nin lord uu ahaan jiray wuxuu qoray daraaso 30 bejka ka kooban oo uu soo bandhigayey madaxtooyada waddanka iyo dowladda ingiriis ee waxay fikraddaasi ka warramaysaa waa ninkii soo saaray ereygana watanun bilaa shacab lishacbin bilaa watan buu ka hadlaya waa awal mara fi taariikh waa dhan la maqlo waddana aan dad lahayn iyo dad aan dhul lahayn ha laysla raadiya buu leeyahay yuhuudi waa dad aan dhul lahayn waddan aan dad lahaynina wuxuu ka dhigayaa inuu yahay falastiin fikradda caynkaasi iyo siyaasiyiintii waaweynaa ama rijaal alfikri fi britaaniya oo ka mid yahay dock of kent oo ka mid yahay ra-iisul wasaarahoodii gladstone la odhan jiray ayaa aada ugu qancay fikraddaasi mudday ka dhex socotay ilaa xad ay gaadho inay siyaasiyiintoodu ku qancaan fikradda odhanaysa falastiin waynu yuhuud siinaa masaalixda ingiriiska ayay u adeegaysaa oo dowla cuhmaaniyana way daciifinaysaa dowlad carbeed oo muslimo xoog leh inay dhalatana way diidaysaa markaa waxa isku darsamay bay dhaheen siyaasa mikafiliya iyo sahyuniliya almasiixiya baa isku darsamay oo ah masaalix ay nimankii siyaasiyiintii ka dhex arkeen iyo nimankii brotestanka diin ahaan waxay ka dhex arkeen saa daraaddeed ayay fikraddani xoogaysatay ilaa xad ay gaadho mashaariic dowladdu ay soo bandhigto inay noqoto kutub aada u tiro badan aanan hadda wada akhrii karinna laga qoray mas'alada tan wakhtigaasi masalan lord Palmerston Lord ka la yidhaahdaa oo wasiir khaarijiya
waxay sameysteen ingiriisku qunsuliyad bay qudus ka sameysteen waxaana loo sameeyay qunsuliyadda nin William Young la yidhaahdo oo sahiyuuni masiixiya ah waxaana loogu talagalay inuu ilaaliyo jaaliyadda yuhuudeed ee qudus degan waa 1838 taqriir buu soo diraya dowladda ingiriisku sheegaya meeshaba waxa yuhuud ka degan 1690 yuhuuda baa meeshaba degan buu leeyahay falastiin oo dhan waa ingiriisku wuxuu qorayay ma aha muslim wuxuu qorayo weliba ay qorayso safaaradda ingiriiska meesha ku taallay taasi waxay abuurtay in dowladda ingiriis iyo boqortooyadoodii iyo waxoodii oo dhammay arrimahaasi ku dadaalaan yahuuddu wakhtigaasi shakay ka qabeen inay falastiin degaan saddex sababood daraaddood waxay soo arkayeen inay ducafo yihiin hadday meesha tagaanna wixii yuhuudda hore ugu dhacay inay ku dhacayaan oo dad badan oo yuhuudda inay cusmaaniyiinta iyo carabtu layn doonaan qodobka labaad waxay yuhuudda markaa ugu muuqatay tacaalinta talmuudkooda inaanu dhigaynin waa hore waxaa soo baxay nin la yidhaahdo ibnulkawkab ama barkuuba ay ku tilmaami jireen oo sheegtay masiixii inuu yahay muntadirkee yuhuudi ay sugaysay oo falastiin inay ku noqdaan isku dayay waa qabla alislaam 130 miilaadiga meelaha markay maraysay dabeetana imbaraatoorkii romaaniya madhiyey kadib waxay dhahaan wixii waagaa inagu dhacay mar labaad inuu inagu dhaco ma u diyaar nihin talmuud baana noo diidaysaa qodobka saddexaad waxay u arkayeen masiixa iyaguna sugayaan iyana masiix kalay sugayaan masiixay sugayaan oo yimaada mooyaane inaanay bannaanayn yuhuudi inay ku noqoto meesha waana caqiidada ahayd ee rumaysayiin malaayiin ka mida yuhuud waa kuwan israa'iil ka soo horjeeda ee yuhuuddi waa caqiidada rumaysayiin laakiin qoladan sahyuuniyadu waxay ku qanciyeen sida wilaayatu lfaqiihi shiicad oo kale cid ka sii wakiila in la heli karo meesha sii joogi karta in la heli karo waxaan ku soo koobi doonaa wakhtigaa iskaba dhammaanayee maadaama yuhuudi dilal badan ay la soo kulantay inaanay hungureynin inay meesha ku noqoto markii qaysarkii aliskander la dilayna 500,000 iyo dheeraad yuhuudaba ka soo hijrooday laakiin urub algharbiyaba istidi ku cadaadiya in falastiin la geeyo way ka sii hijroodeenee maraykan bay iska tageen 90-gii markii haddana ay yuhuudda kale raashiya ka soo hijroonaysay brotestanku waxay u arkeen markii horey fursaddaasi dhaaftay inaanay mar labaad dhaafin waa loo diiday yurub iyo maraykan inay degaan waxaa loo facilitate gareeyey in la dejiyo israa'iil 1,000,000 iyo dheeraadba berigaa dhaweydna meesha la dejiyey caqiidadaasi ay ka dambeeyaan nimankaasi christian zionistku oo aan odhan karo waa madaxdii ingiriis waxay rumaysnayd winston churchill baa ka mid ahaa kuwii rumaysnaa oo wuxuu lahaa laba calaamo oo la hela mooyaane yuhuud in meeshaa lagu celiyo waa raggii ku dhawaaqayay lawrence oliphant baa ka mid ah oo buug qoray land of jalcat la yidhaahdo oo masaladan kaga warramayo weliba kani buuggu qoray wuxuu leeyahay carabta meesha deganna sidii loo galay hunuudulxumarkii maraykan deganaa ha loo galo buu leeyahay qiimo ma lehe fikraddaasi weliba wuxuu ka dhaadhicinayay ra-iisul wasaarihii baritaaniya dasraa'iil la odhan jiray iyo wasiiru khaarijiyadiisii lord salisbury la odhan jiray ayuu fikradda u soo bandhigayay oo loo keenay ilaa dowlad cuhmaaniya lagala hadlay markaan soo koobo yahuud waxa meesha keenay waa christian zionism yuhuudi kadib waxay soo dhiiratay markii uu ku guulaystay ingiriisku wacdi beenbeena inuu u qaado carab oo ku yidhaahda dowladnimaan idin siinayaa dagaalkii koowaad ee dunida laakiin waxaan idinka codsanayaa turkiga inay dagaalkiisa ila gashaan iyadoo la leeyahay turkiya may jabin karaynin ciidamadoodu qaabkay u dhisnaayeen laakiin carab baa waxay aqbashay tareenka xijaas iyo istanbuul isku xidha oo caalami alislaami oo dhan ciidamada turkiga ee jooga zaadka u sida inay gooyaan tareenkaa markay gooyeenna ciidamadii ay lahaayeen turkiga iyo caalamka carbeed baa kala go'ay
دبتنا وحل الشبيه عيدما دي ماشتا وقت عرب وسيدا وشيغيان حقا كالي وعدوا بالفور با سعودي الدولة دا مريكان يا ويلسون كي مريكان ايا اسكو وافقي عرب انا وحب الله السنين لكن يهودين ماشي لدتشيو عربنا وحل لوغو ورميا دولة دين ليدن سيد دونو تاريخ بدن باب كاسكو سابسن ساي سبيكن يو وعدوا بالفور وحيو باهان تيرونتين سيجارة لوغو ورمو لكن المسلمين تيجان إسجبيي ماشنا يهود وحكاني إنجليز يا يوروب يا ودن كمريكان وما دحدي سيودن بيسيانا أي قاتين كريستيان زيونيسم كاسي أي قاتين ما دح بدن أمريكا كلها لبدا جروبا يسوت جيبا ماشة تندشيي يجانا جو أنصدي دتكي جو أنصدي إن يهود ماشة دشيان ولي ولو دعوانية iyagoo qoraalada qaarkood ay tilmaamayaan sida red indianiska loo xaqayo kale in loo xaqo mareykanka intuu veto isticmaalay intii united nation jirtay ugu badan dhowr iyo 40 kamida qadiyada israel buu ku isticmaalay dhowr iyo 40 veto ayuu ku isticmaalay qadiyada ay leedahay marka qudus gala qaadatay إسرائيل وكيل بي وغطهي يهودي ما تاقنان كرتو كالدولة بني إسرائيل وانا يخرميسنين يهود وردن إن بضان وكم بدي لكن وحي تاقن تهي دانها الرير قلبات كيني فلونيس دانها الرير قلبات كيني فلونيس وشرتا انت الرير قلبات دانه هدو كترنا تاقير دهدو ويشوغيسا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.